الفرقة دي خرجت ناس وأسماء مهولة، وطبعا فنانين كبار ومشهورين، يعني مع حفظ الألقاب مش عايز أنسى، بس طبعا أكيد محمود رضا، علي رضا ده تمام، بس هلاقي الشوربجي وحسن عفيفي والعزبي ده حسن حدوتة السبكي. حدوتة. بالك قد إيه معاه هو عزيز محمد؟ أنا في الفرقة دلوقتي ممكن كده 33 سنة. ايه ده، بتهزروا يا جماعه ولا ايه؟ أيوه. 33 سنه من وقت ما كان عندك 4 سنين مثلا لا 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 تقريبا، أنا كبير. لا ودكتور اياس كان عندها 3 سنين برضه، ده مما لا لا أنا شك فيه. دخلت الفرقة عندي 13 سنة، اوكي. وجيت الفرقة طبعا بطريقة مختلفة. ازاي؟ العادي بتاع الفرقة بتعمل إعلان وتجيب ناس ويختبروهم وكده. أنا ما كنتش عايش في مصر، أنا كنت عايش في ليبيا مع والدي ووالدتي ونازل أجازة. بس حبي لفرقة رضا كان غير طبيعي، لأن والدي كان بيجيب لنا شرايط غرام في الكرنك وأجازة نص السنة فبتفرج وأقعد أقول له أنا لما أنزل مصر أنا هدخل الفرقة دي، يعني كلام طفل. وفعلا نزلت مصر وقررت إن أنا أروح الفرقة. بس انت ليبي؟ لأ، اصل القذافي معروفه. ما هو دي ليها قصة طويلة، بس عشان هي مدام فريدة سمتني قذافي لا لأني ما كنتش بعرف أتكلم اللغة المصرية صرف. اوكي، عشان عشت في ليبيا يعني فبقت اللهجه ليبي. اوكي. فطبعا هي كانت بقى ايه يعني، اندهولي الولد اللي هو اللي بيتكلم زي القذافي، فالاسم لزق. لدرجة لما كبرت شوية وبعدين بقينا نعمل كارنيه نقابة المهنة التمثيلية من غير ما أطلب، الكارنيه جالي الشهرة قذافي، وبقالي 33 سنة. بقالي خلاص انها 33 بس سنة أنا محظوظ بالاسم لأن أنا بحبه وانا فعلا يعني. بحبه جدا يعني، جدا، وكان وأنا لي كمان. حظ جيد الله يرحمه يا رب، الله يرحمه. انا قابلته زمان كان سنة تقريبا 2007 او 2008 الله يرحمه، الله يرحمه. واعرف كتير من العيلة يعني، ربنا يحفظ الجميع.